بدله الارتاح وردت عن دار الشايه لبسر سرايه. ايها الحفل الكريم، مشاهدينا الافاضل، متابعينا الاعزاء، مره ثانيه نتحرك مع الشوط السادس عشر في مجموع اشواطنا المقرره ب 24 شوط في صباح هذا اليوم لفئه اللقايه. شوطنا السادس عشر، فئه الجعدان المهجنات الاصايل. ننتقل الى المركز الاول مباشره ونشاهد هذا الشعار الوصلاوي، مط قلبي ملح شاقوه لخطف واللبس وصلاوي. هذا هو الوصلاوي اللي على المقدمة بشعار محسن بن سالم بن حمود الوهيبي، وعيلان بالمركز الثاني من يأتينا أيضا ويتقدم الآن ويسجل حضور اللي هو ماي هاب حميد بن محمد بن سالم الزرعي. حميد بن محمد بن سالم الزرعي والمركز الثالث عندنا شاهين محمد بن راهد بن حمود المدهوشي، والمركز الرابع هذا شعار بالقوم، شعار بالقوم على ظهر معزز علي بن عتيج بن علي بالقوم، والمركز الخامس اقول القمري لعبد الله بن علي بن حميد الشامسي. الله عليك يا القمري، ما شاء الله تبارك الله، خذهم واحد 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 وخلك رقم واحد، خلك رقم واحد. نعم، ما يهدى له بال لين ما خشمه يشم الناموس، يشم الناموس، نواك تشمه هني وتشمه عند خط النهايه. المركز الرابع، المركز الرابع هذا شعار بن مرخان على ظهر مرفوق محمد بن سلطان بن مرخان، يقدم لنا مرموق بالمركز الرابع والثالث، والمركز الرابع، المركز الرابع يتقدم الان اللي هو شاهين محمد بن راهد بن حمود المدهوشي. اما المركز الخامس من نصيب مرحب محسن بن سالم بن حمود الوهيبي، وينخطف من قبل الشبابي سلطان بن علي بن رشيد. الشبابي حاضر بشعار بن رشيد، خطير خطير، ما يحتاج الشبابي من يتلاقى ويا بن رشيد، يعني مشكلين خطوره ثنائيه، مشكلين خطوره ثنائيه. ولكن هناك الشعار هذا القادم مع اللي هو مخلاب منصور بن محمد بن سهيل الحميري، من يقدم لنا مخلاب. والمركز السادس ياتينا بن قحيد مع اللي هو مهنا خليفه بن محمد بن قحيد المهيري، وعندنا ايضا عجيب عبد الله بن بطيم بن محمد بن راشد الغفلي، وهناك ايضا المنافسة القوية القادمة من قبل هذا الشعار الذي يصارع أيضا على المركز السابع. المركز السابع أقول مخباط محمد بن أحمد بن حمدان بن دلموج. هذه الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء. وين اللي يتحدى؟ وين؟ وينك اللي بتتحدى؟ وين؟ وينك اللي بتتحدى؟ وين؟ شوفوا 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 مخلاب، شوفوا شوفوا مخلاب، شوفوا وشوفوا سرعته وشوفوا اصله وموقعه وعصاه، بعد عصاه لا تنسونها، عصاه في الابطان طالعه وعصاه. وين؟ منفرد بالمركز الاول، والمركز الثاني يقول الزرعي، الزرعي مع اللي هو ماي هاب حميد بن محمد بن سالم الزرعي، والمركز الثالث بن قحيد عندنا يقدم لنا مهنا خليفه بن محمد بن قحيد المهيري، والمركز الرابع، المركز الرابع من نصيب شاهين محمد بن راشد بن حمود المدهوشي، ويتقدم الان مخباط احمد محمد بن احمد بن حمدان بن دلموج. هذه الاسماء مشاهدينا الكرام. هذه الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، يا هي معركة بتكون بين الحميري وبين الزرعي، بين الحميري وبين الزرعي، الكل انسحب عنهم، الكل انسحب عنهم، ولكن هذا الشعار، هذا الشعار عاد مرة ثانية، عاد مرة ثانية إلى المقدمة، عاد مرة ثانية إلى مقدمة الشوط ماي هاب حميد بن محمد بن سالم الزرعي والعصا في الإبطان.
طلع دخيلك عصاله بطان على ما يقول الشاعر والفنان. هذا هو الان عصاب البطان، ولكن المركز الثاني يحاول انه يستعيد حقوقه من خلاف منصور بن محمد بن سهيل الحميري، والمركز الثالث عندنا مهنا خليفه بن محمد بن قحيد. الله 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 ياكم 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 ياكم. حلو حلو، عدل عدل. هذا الخطير، هذا الخطير اللي من وين جاي؟ من وين جاي؟ من وين جاي؟ مغادر العويسي، مغادر العويسي وبن دليوي، ومغادر العويسي وبن دليوي هاجمين هجوم، هجوم ثنائي. ظبيان ظبيان بن دليوي، يلا يا الزرعي، يلا يا الزرعي، يلا يا الزرعي. الجماعه قادمين، الجماعه واصلين، الجماعه حاضرين، الجماعه هاجمين. الناموس وين؟ الناموس وين؟ بن دليوي بن دليوي بن دليوي يحاول يحاول مع مغادر، مع العويسي، مع الزرعي، مع بن دليوي، مع الزرعي، مع الزرعي، حد بيهم والزرعي وبن دليوي. يهجم 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 الهجمة الأخيرة، ولكن الصمود 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 مع مايهاب، مع مايهاب، مع الزرعي بن دليوي. المحاولات الأخيرة، المحاولات الأخيرة. ظبيان ظبيان ظبيان، مايهاب ظبيان، مايهاب بن دليوي، الزرعي بن دليوي، بو راشد بو راشد بو راشد بو راشد بو راشد بن دليوي. ثاني الزرعي، ثالث العويسي، الرابع الرابع ما شفنا والله كم، 6 و15 ثانية، 6 و15 ثانية. يا هي معركة، يا هي سوالف والله بين الجعادين هنا. يسميهن سوى انشغل، ما يتحركن من قبل، الا هني يحركونن عند 500 متر، الا عند ال 500 هني يبدوا، هني يشتغلون، هني يشتغلون صح. قبل تشوفهم هادين ونايمين وراقدين ولا يحركون. حتى نحن نرقد وياهم قبل بعد ما نسير في الشوط، الا نعد الا المراكز. وهنا يبدا، هنا يبدا العمل، هنا يبدا الشغل. في النهايه، في النهايه والله تصير يعني منافسة قوية، وكل يحرك. سلام يا راعي ظبيان، سلام سلام يا ابو راشد، سلام سلام لسعيد بن سهيل بن دريوي. نهنيه اليوم 3 نقاط متتالية، وابو راشد حاضر وجاهز ويشتري بن دريوي، يشتري السبوق ما يرد عنها، يجيبها يجيبها من كل ميدان، من كل ميدان يطرون له سبوك. قال طرش الرابط، شاف الرابط كم من انجاز عندها، مكرره مره مرتين ثلاث، قال حولوها. اللي يشتري يوصل، واللي يتم الا على بنت ناقته وبنت بعيره لا يلوم الا نفسه. والله ايه، لا تلوم نفسك الا نفسك يوم انتهى تم على حلالك. هذيل اللي يسبقون تشوفونهم كلهم يشترون، كلهم يشترون، يشترونهم صغار يشترونهم كبار، يشترون يوصلونه. والله الركض اصبح صعب، والله انه صعب صعب يعني.